ولمزيد من التفاصيل حول ما يجري في لبنان وتحليق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت، بالإضافة إلى ضواحيها، ينضم إلينا من بيروت الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، بعد التحية، إذن ما هي التفاصيل الميدانية لديك وآخر التطورات؟ نعم، أبدأ بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث قام الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف عدد من المباني في الضاحية الجنوبية، وتحديدا في مناطق حارة أحريق وبرج البراجنة ومنطقة الليلكي. ثلاث غارات حتى الآن نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينها غارات استخدم فيها أكثر من صاروخ في استهداف عدد من المباني، مما أحدث دمارا واسعا، وأعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعدان من المواقع التي تم استهدافها، وربما من المتوقع أن تكون هناك استهدافات أخرى، وذلك في ضوء التحذير الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان الأحياء الثلاث، الليلكي وبرج البراجنة وأيضا حارة أحريق، بإخلاء هذه المناطق وتحديدا عدد من المباني في هذه المنطقة، علما بأن هذا هو أول استهداف للضاحية الجنوبية منذ نحو 5 أيام، حيث كان آخر استهداف للضاحية الجنوبية يوم الجمعة الماضي بغارة استهدفت منطقة جلاري سمعان في هذه المناطق أو في منطقة الضاحية الجنوبية تحديدا. وبالتالي هناك ربما ترقب لمزيد من الغارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى الآن 3 غارات، ولا معلومات مؤكدة حتى الآن عن مصابين أو شهداء جراء هذا الاستهداف. للتوازي مع الاستهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، هناك استهدافات عديدة في الجنوب اللبناني، وتحديدا في مدينة النبطية التي تعرضت منذ صباح اليوم وحتى الآن إلى أكثر من 10 غارات جوية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، ولكن وزارة الصحة اللبنانية لم تصدر حتى الآن حصرا نهائيا بأعداد الشهداء والمصابين جراء الغارات التي استهدفت مدينة النبطية، وخصوصا أن هذه الغارات أيضا استهدفت عدة بلدات في أو مناطق في قضاء النبطية أيضا، مثل منطقة زوطر وميفدون وعدد من البلدات في القطاع الأوسط والقطاع الشرقي للجنوب اللبناني. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا نفذ سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت بعلبك وأيضا الهرمل في شرقي الدولة اللبنانية والشمال الشرقي للدولة اللبنانية. هذه الغارات استهدفت مناطق مدنية وعدد من المباني، مما أدى إلى سقوط أيضا عدد من الشهداء والمصابين، ولم تصدر أيضا وزارة الصحة اللبنانية حصرا نهائيا بهذا العدد أو بحصيلة ضحايا هذه الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على بعلبك والهرمل على مدار الساعات القليلة الماضية. في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 16 عملية منذ صباح اليوم وحتى الآن. هذه العمليات كان هناك من بينها 9 عمليات استهدفت مستوطنات، وذلك في إطار التحذير الذي أصدره حزب الله لسكان هذه المستوطنات بإخلائها وأنها ستكون عرضة للاستهدافات. جميع استهدافات المستوطنات تمت بقذائف صاروخية، أي أن هذه العمليات ربما نفذت بأكثر من 100 صاروخ حتى الآن من الجنوب اللبناني باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بالتوازي أيضا مع عدد من العمليات التي استهدفت قواعد عسكرية إسرائيلية، من بينها 3 قواعد في منطقة الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى مستعمرة المطلة التي تم استهدافها بعمليتين، عملية تجاه دبابة من طراز مركبة مما أدى إلى تدميرها، وعملية أخرى استهدفت منزلا يتحصن فيه عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، علما بأن مستعمرة المطلة هي متاخمة للحدود اللبنانية بشكل مباشر، وهي تقع في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، ومن المطلة كانت تدار العملية البرية التي حاول فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلى عدد من المناطق، من بينها كفر فيلا والعديسة وبليدة والخيام في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. من بين العمليات التي نفذها حزب الله كانت عملية نوعية برشقة صاروخية نوعية أيضا، استهدفت قاعدة عسكرية تسمى قاعدة تصرفين في جنوب تل أبيب بالقرب من مطار بن غوريون، وهي عملية نوعية تنفذ لأول مرة بهذه الطريقة، وتستهدف هذه المنطقة أيضا في تل أبيب لأول مرة، وربما هذه العملية تفسر سبب استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي للغارات الجوية العنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، لكون هذه العملية استهدفت أيضا تل أبيب، فبالتالي كان هناك استهداف مرة أخرى للعاصمة وتحديدا الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. في هذه الأثناء هناك تحليق كثيف للطيران المسير وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا في محيط الضاحية الجنوبية، وأيضا في محيط عدد من المرافق والمنشآت الحيوية في العاصمة اللبنانية بيروت.
نعم أحمد، يعني تحدثت عن استهداف المطلة وبأنها كانت منها تدار العمليات البرية، إذن هل لازال هناك عمليات برية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع هذا التحليق الكثيف من قبل جيش الاحتلال وطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، أم أنها توقفت تماما خلال الأيام الماضية كما ذكرت، سواء كان الغارات أو حتى محاولات الدخول البري؟ نعم بالفعل تراجعت بشكل كبير وبشكل ملحوظ عمليات أو محاولات التوغل برا في الأراضي اللبنانية، حيث فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية في الاستحواذ على أي من البلدات اللبنانية الجنوبية بشكل كامل، سواء في القطاع الغربي للجنوب اللبناني أو أيضا القطاع الأوسط والقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، كما فشل أيضا في الوصول إلى التلال الحاكمة الاستراتيجية في هذه المناطق. ولكن ما يعتمد عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام القليلة الماضية تزامنا مع تراجع العملية البرية هو التسلل برا إلى عدد من البلدات وتفخيخ هذه البلدات وتفجيرها. ربما كانت آخر هذه العمليات تفجير أحياء كاملة في بلدة ميس الجبل، وتفجير أحياء أيضا في عدد من المناطق الأخرى سواء في عيترون أو في بليدة أو عدد من المناطق الأخرى في القطاعين الأوسط والشرقي تحديدا للجنوب اللبناني. قبل قليل كانت هناك عملية تفخيخ وتفجير في منطقة في ميس الجبل جنوب مستشفى ميس الجبل الحكومي، وربما هذه هي أحدث عمليات التفجير والتفخيخ التي ينفذها جيش الاحتلال، وذلك بعدما فشل في محاولات الدخول برا والاستحواذ على البلدات اللبنانية على مدار الأسابيع الماضية. نحن نتحدث على ما يقرب من 35 يوما منذ بداية الإعلان عن العملية البرية على الأراضي اللبنانية، وحتى الآن ربما فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في التوغل برا. كل ما استطاع عليه أنه هناك تواجد لعدد من تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في منطقة مارون الراس وفي منطقة حولة، ويتم استهداف هذه التجمعات بشكل مستمر من قبل عناصر المقاومة في الجنوب اللبناني على مدار الأيام الماضية. لكن حتى الآن لا محاولات جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل برا في الأراضي اللبنانية. أحمد، برج البراجنة وحارة حريك ويعني الضاحية الجنوبية كان يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى منذ قبل توقف هذه العمليات منذ 5 أيام، ولكن الليلكي وغيرها هل هي مناطق جديدة يستهدفها جيش الاحتلال أم أنها هي نفس المناطق التي يستهدفها منذ بداية العدوان على لبنان وعلى الضاحية الجنوبية تحديداً؟ نعم هذه الأحياء التي يستهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي أحياء ومكونات الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فحي الليلكي، حي برج البراجنة، حي أيضا حارة حريك، عدد من هذه الأحياء في الضاحية الجنوبية هي التي يتم استهدافها بشكل مستمر. لم يخلو استهداف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية من استهداف منازل ومناطق في هذه البلدات، علما بأن أكبر استهداف للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت كان في عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، والذي ربما ألقى الأمين العام الجديد كلمة اليوم بمناسبة مرور 40 يوما على عملية اغتياله، فبالتالي جدد أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف حارة حريك التي اغتال فيها الأمين العام السابق لحزب الله، جدد الاستهدافات في هذا اليوم تحديدا الذي يوافق مرور 40 يوما على عملية الاغتيال الكبرى وعملية التفجير الكبرى. هي أكبر عملية استهدفت الضاحية الجنوبية في تاريخ المواجهات بين لبنان وإسرائيل، فبالتالي هذه العملية أيضا وتحديدا استهداف حارة حريك والليلكي وأيضا برج البراجنة لها دلالات خاصة في هذا اليوم تحديدا. وربما حتى الآن المعلومات الأولية 3 عمليات أو 3 غارات عنيفة جدا استهدفت هذه المناطق، ومن المتوقع أن تكون هناك مزيد من العمليات خلال الساعة المقبلة، خصوصا أن هذه المناطق صدر لها تحذير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذير لسكانها بإخلائها وأنها سيتم استهدافها، وعلما بأن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لإخلاء هذه المناطق أو باستهداف هذه المناطق في فترة النهار. عادة ما يقوم جيش الاحتلال بتحذير الأهالي في ساعة متأخرة من الليل، ولكن هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها جيش الاحتلال بإصدار هذا التحذير في ساعات النهار، وأن يبدأ استهدافات الضاحية في وقت مبكر قبل حلول الليل أو قبل منتصف الليل مثلما اعتاد على مدار الأسابيع الماضية.